السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم إخواني الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة. اليوم يعني حابب أعطيكم نصيحة أكثر من درس يعني تعليمي في المحركات، هيك نصيحة سريعة بالنسبة لمحركات الواحد فاز اللي بتكون قدرتها يعني تقريبا 2 حصان وأكبر. ما بتكلم عن المحركات القدرات الصغيرة، نص حصان وثلث حصان، خاصة اللي فيها بكون مفتاح طرد ومكثف لحظي. يعني الكلام عن هاي رح يكون نصيحتي هي انه في بعض الفنيين بيعملوا اخطاء بتؤدي الى احتراق المحرك بشكل سريع، وممكن انه من اول لحظات تشغيله، وهو انهم بيغيروا في ملفات التقويم. يعني هاي المحركات الكبيرة بتكون تحتاج إقلاع قوي، عشان هيك بحطوا لها مفتاح طرد ومكثف لحظي، لذلك بيعملوها يعني بيعملوا التقويم بخطوات متعددة. يعني بيعملوه 4 ملفات زي ما انتم شايفين هون، هذا ملف تقويم، هي 4 ملفات أو 4 سريات. طبعا التشغيل بكون زي ما انتم عارفين هذا سريع، قطبين 24 مجرى، خطوته التشغيل 1-6 1-8 1-10 1-12. بالعادة احنا بالترمبات او بالمحركات الصغيرة بتكون التقويم سريتين او ملفين بخطوة 1-10 1-12، لكن في هاي المحركات اللي هي 3 حصان او 2 حصان وما فوق، خاصة السريعة بالذات محركات الكمبرسرات الهواء، بيعملوا التقويم كمان 4 سريات نفس خطوة التشغيل، بيعملوها 6 1-6 1-8 1-10 1-12، 4 ملفات. السبب بيعملوها 4 ملفات انه حتى يكون الإقلاع أقوى، حتى المجال المغناطيسي للتقويم يكون ماخذ على كل الحديد، متوزع على مساحة أكبر من الحديد، فبالتالي بصير الإقلاع قوي جدا، بالإضافة إلى مفتاح الطرد والمكثف اللحظي، فبنتج عنا إقلاع قوي جدا، لأنه هاي المحركات بتحتاج إقلاع قوي جدا. فالأخطاء اللي بتصير من بعض الفنيين إنه بيجي بلغي سريتين أو مخدتين أو ملفين من مجموعة التقويم، وبيعمل التقويم فقط سريتين اللي هي من 1-10 من 1-12، وهذا الكلام بيعمل ضعف في الإقلاع. وإذا كان المحرك أو الحمل بيحتاج إقلاع قوي جدا، قد يحترق المحرك بسبب ضعف الإقلاع وضعف الفيض المغناطيسي الموجود على الحديد. هذا الكلام ممكن أنه يحترق المحرك. فأنا نصيحتي لكم اليوم أنه لما يجيك محرك بهذا الشكل تخليه زي ما هو، تلفه 4 سريات وما تغير فيه، على أساس أنه ما تضعف الإقلاع. وحتى المحركات العادية اللي هي خطوتها 1-10-12 للتقويم، إذا بتقدر تزيد ملف فيها أفضل، على أساس أنك تقوي الإقلاع بشكل أقوى. هاي هي نصيحتي اليوم، بتمنى أنكم تستفيدوا منها وتعملوا فيها، وما تعملوا التعديل الخاطئ. أنا بسميه هذا تعديل خاطئ، ما تعملوا هذا التعديل الخاطئ، وإن شاء الله تستفيدوا من المعلومة. ولا تنسوا زي ما بوصيكم وبوصي نفسي دائما، صلواتكم 5 والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والإكثار من الاستغفار، والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.